متوسط طول الإنسان قد يبلغ أقصى مساحة يقف عليها. الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه المساحة فقط، لأنه جزء من كيان أكبر وهو بلده وموطنه. صحيح أنك تمتلك جزءاً تعيش فيه، لكن العديد من الأشياء تؤثر عليك كالأسرة الواحدة. هل يمكن أن تقوم الأسرة على فرد واحد دون بقية الأفراد؟ لا يمكن. كونك فرداً في الأسرة يعطيك بعض الحقوق والواجبات، وكونك مواطناً في بلد يعطيك بعض الحقوق لكنه يفرض عليك واجبات أيضاً. هذا ما يسمى المواطنة، أن تشارك في الحاضر وأن تبني المستقبل، أن تعرف حقوقك وواجباتك، وأن تتفاعل مع كل ما حولك من حياة سياسية واجتماعية واقتصادية، لأن الوطن هو الأسرة الكبيرة.